أتابكم الله وأحسن إليكم. تقول في سؤالها قبل الأخير: ما وقت صلاة الضحى بالساعة؟ أحسن الله إليكم، هل تصح قبل أذان الظهر بنصف ساعة؟ نعم، وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح عن الأفق ويستمر إلى قبيل الزوال، ويستمر إلى قبيل وقوف الشمس في كبد السماء. فإذا ساوت الشمس الرؤوس دخل وقت النهي حتى تزول الشمس عن الرؤوس إلى جهة المغرب. كل هذا الوقت ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوف الشمس في كبد السماء محاذية للرؤوس، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وكل ما تأخرت فهو أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما تقع حرارة الشمس على الأرض. نعم.